هل أنت من أصحاب العمل الحر ومحتاج للمساعدة؟ أو بتدور على فرصة عمل وبتعاني من الكسل؟ قدامك مجالات كتيرة ما بين الكتابة أو التصميم أو الرسم أو غيرها من المهن اللي ممكن تشتغلها من غير ما تتحرك من بيتك، وهنقولك دلوقتي أهم 10 مواقع عالمية بتوفرك فرصة العمل من البيت. People Per Hour، وده موقع ممكن من خلاله تعرض خدماتك على الإنترنت من تصميم ورسم وكتابة وغيرها. Crowdsource، وده موقع متخصص في كل ما يتعلق بالكتابة سواء كتابة النصوص أو الترجمة، وتقدر من خلاله تعرض خدماتك أو البحث عن اللي يقدر يقوم بالخدمات دي. Simply Hired، لو أنت محتاج لميكانيكي أو بستاني أو ممرضة، الموقع ده عليه أكتر من 900 وظيفة مختلفة معروضة، وعليه 30 مليون باحث عن عمل، وبيستخدم الموقع حوالي 700 ألف شخص يومياً. Behance، واحد من أكبر وأهم المواقع لعرض الوظائف في العالم، وعليه أكتر من 5 مليون مبدع وموهوب حول العالم، ومن أهم أقسام الموقع التصميمات والتصوير. 99 Designs، لو أنت محتاج تصميم أو شايف في نفسك القدرة على التصميم، الموقع ده اختيار مهم جداً، لأنه متخصص في عرض وظائف للمصممين. LinkedIn Profinder، وده موقع متخصص في الكتابة، على الرغم من عدم انتشاره نسبياً، إلا أنه على وشك إثبات جدارته كواحد من أهم المواقع للعمل على الإنترنت. Guru، بدأ الموقع ده في العمل سنة 2002، وهو عبارة عن شبكة بتضم أكتر من مليون شخص، وتقدر من خلاله أنك تلاقي الشخص المناسب حسب ميزانيتك أو عرض خدماتك. Upwork، عليه حوالي 4 مليون عميل، واللغة هنا مش هتكون حاجز في التعامل، لأن الموقع بيقدم لك خدمة الترجمة بأكتر من لغة لسهولة الوصول لهدفك وعرض خدماتك بشكل جيد. فريلانسر، تقدر تعمل حساب على الموقع ده في ثواني وتبدأ تعرض خدماتك، وهو المكان الأمثل لعرض كل ما يتعلق بشغل برمجة التطبيقات وغيرها. TopTal، وده بيت أهم مهندسي البرمجيات والمصممين في العالم سواء مقدمين الخدمات أو اللي بيطلبوها، والموقع عليه شروط عالية جداً لقبول عرض أي شخص لخدماته، وده بيضمن للعميل جودة عالية وكفاءة ومهارة على أعلى مستوى.